السؤال الثالث. نور محمد، اتفضلي يا نور. نور محمد القاضي. سويتش، محدش احسن من حد. تمام، فير جيم. عيلة علي هتختار موضوع رياضة. السؤال لعيلة القاضي. رياضة. تحبوا يتسألوا في ايه؟ رياضة. رياضة. سؤال في الرياضة. ايه رأيك يا مدام سوير؟ جالك سؤال في الرياضة. سؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر. سؤال ب 30 نقطة. رياضة. والسؤال هو: من هو اللاعب الحاصل على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2021-2022؟ 27 هدف في 32 مباراة، والإجابة موجودة عند أيمن. ثانية. تشافي مش في الكورة. تشافي ده اعتزل. هشام، السؤال ده كان سهل. جدا، ولما تعرف الإجابة هتستغرب. نعم، مش دايس في الكورة برضه. هشام للأسف الشديد إجابة خاطئة. مبروك المكسب من قبل ما أسمع الإجابة. سؤال سهل. تفضل. وسام. كريم بنزيما. كريم بنزيما. وكسب الدوري مع ريال مدريد. ده سؤال كان سهل على حظكم. طبعا يا حسام سؤال سهل. اختيار الرياضة في سويتش كان موفق. الحمد لله. الحمد لله. حسام طبعا كريم بنزيما. 30 نقطة. إجابة صحيحة. أول ثلاث نقاط لعيلة علي في المجموعة الأولى.